تختار ودايخ لا تصفن تربح اكيد وياي عند جوائز افتر بيها تكفي ناس هواية محتار ودايخ لا تصفن تربح اكيد وياي عند جوائز افتر بيها تكفي ناس هواية يا محبوب وبعد قلبي عيني هاي وهاي ابو ياسين اسمع مني واسمعها هالحجاية قال انت تمشي هناك يا يمي مر بالناية انت اي انت الذتبة وجهك بالمراية سيف ونور ومروة واحمد وياي آية انطب ديرة ديرة احنا ونفر هالولاية يربح انت ويربح ذاك ويربح هذا وهذا يفرح بيك وتفرح بينا ويفرح ذاك وهذا ضيف وياي اليوم وباجر ضيف ذاك وهذا عين وروح وعمر انطيكم ويقلبي هذا اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الرشيد الفضائية ورمضان كريم على كل العراقيين وامة محمد والمسلمين والعرب وكل اللي شاهدنا من خلال شاشة الرشيد الفضائية. اليوم حلقة ان شاء الله تكون حلقة مو مثل ذنيج الحلقات ولكن كذلك احتمال غريب للحلقات. اليوم حلقة ان شاء الله تكون مميزة مع ضيفة عزيزة علينا وعليكم المتألقة المبدعة الرائعة القنبلة الموقوتة نسمة رمضان كريم عليك على عائلتك علينا وعليك ان شاء الله على امه محمد يا رب ان شاء الله هذا رمضان يكون رمضان الخير وان شاء الله يكون نهايه ماساه لكل العراقيين ان شاء الله فرح وسعاده وخير وتالق لكل العراقيين ولكل العراقيين وكل المتواجدين برا ايضا العراقيين نقول لهم رمضان كريم عليكم وان شاء الله ترجعون بالف سلامه والعراقيين ينتظر كل العراقيين وكلكم على راسه. اعزائي المشاهدين اختي العزيزه اليوم اجينا انا وياها سيد محمد الحبوبي اخويا وحبيبي المخرج برنامج مناسين وابو ياسين والمتالقين الاثنين المصورين عدي وعمر اخوتي واصدقائي وحبايبي اليوم جابونا المنطقه اسمها منطقه شو اسمها المنطقه؟ القاهره حي الدلفيه شو اسمها؟ الشماسيه منطقة الشماسية قريبة على حي القاهرة وكل المناطق على رأسنا ونقول لهم رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين وعلى كل اللي شاهدنا من خلال شاشة الفضائية شاشة الرشيد. تعالوا يانا خلنا نشوف عائلة بيت أم تمارة. أم تمارة سلفوني عليهم وضعهم تعبان قاعدين بقطعة صغيرة لا جداً. أخونا نبيل أبو حمزة هو حقيقة صاحب المجهود الرائع الإنساني اللي موقفه مشرف يعني هو يجيب الأجار أو المساعدات نعم تعالوا يعني أنا وأختكم الغالية العزيزة نسمة خفيفة الظل التنكر مال الماي اللي وياي راح نشوف العائلة ونزورها راح نواصل ويا العائلة الكريمة أم تمارة. شلونك حجي أم تمارة؟ كل عام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. رمضان كريم عليك وعلى عائلتك. رمضان كريم عليك ان شاء الله وعلى امة محمد. الله يسلمك، انت منو؟ تمام. هاي بنتك؟ اي بنتك. الله يخليها ان شاء الله، شلونك عمو؟ زين عمو. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. انت وين بالمدرسة؟ ربة بيت؟ لا انا بالمدرسة. وين بالمدرسة؟ أول متوسط ان شاء الله يوم التخرج ان شاء الله ونجي نفرح قناة الرشيد ان شاء الله ويفرحون وياكم. استريحي حجية. استريحي تمام. هاي الممثلة عرفتيها؟ الله يسلمك يا اهلا وسهلا. هاي شو اسمها؟ ست نسمة. يعود عليكم ان شاء الله بالافراح يا ربي. الله يخليكم ان شاء الله. قلت تمارة احنا نعرف انه نسمة خفيفة خفيفة مو هيجي خلينا نسدل شوي النسمة يعني خفيفة. النسمة خفيفة. هاي نسمة هاي انجانة وين نسمة؟ غسالة 12 قدم مو؟ شو تقولين؟ الله يحفظها الله يحفظها الله يحفظها. ام تمارة احنا شلون عايشين حجية؟ والله يا استاذ على صدقات هالعالم والله كريم. الله كريم وماكو اكرم من الله، الله موجود ان شاء الله، الله ابو الكل. الله يسلمك. احنا اعزائي مشاهدي قناه الرشيد الفضائيه ما نخفيكم سر، الاخ نبيل ابو حمزه التقى ويانا وسيد المخرج عرفنا عليه وقال نبيل عنده نسيبه حالته زينه ومن الناس اللي متواجدين هنا
أجروا البيت للعائلة الكريمة، يعني هم اللي يدفعون السعر مال الأجار حسب ما عرفنا أنا وأختي الغالية. نعم. وأيضا المصروفات والأكل والشغلات مساعدات من الناس الطيبة، يعني العراق بعد بخير، يعني العراق بخير، العراق بخير، العراق بخير. وهاي المواقف المشرفة حقيقة للعراقيين مو جديدة، هم أهل الكرم، أهل العزوبية، أهل الطيب، أهل المواقف الحلوة. حجية البارحة، البارحة اليوم، اليوم شو مهيئة فطور شو مسوية؟ الحمد لله والشكر أستاذ، ثمنه باقلة سوينا وشوية تشريب، شوية تشريب بالعافية. إيه. بالعافية. بالعافية بالعافية بالعافية، ثمنه باقلة وشوية تشريب. فلستي وحب التشريب، حب التشريب، يعني اليوم أنا راح أقعد أفطر هنا ويا الحجية. راح تفطرين ويا الحجية، والحجية شو راح تأكل؟ راح أكل الأكل. حجية انت ليش حكيتي قلتي راح هذا تمن وباقله وهذا مو عندنا هنا دب حميسه هنا يا خطيه بالعافيه عليها قد تاكل ويانا. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الطقوس مال رمضان حجيه داري دقجناي ما طول هنا اختي نسمع هنا تعيقي هنا. انا اعزائي المشاهدين لانه ضيق المنزل والعائله الكريمه المتواجده هنا، يعني احنا وانا واختي الغاليه نسمع جينا لانه البكان ضيق حقيقة، ما يتسع البكان إلا النفرين، ونحمد الله ونشكره العائلة مرتاحة وراضية. الحمد لله والشكر أستاذ. ها شو نسوي؟ كم سنة صار لك هنا أم تمارا؟ أستاذ 4 سنين تقريبا. 4 سنين. إيه على العالم. العالم. إي والله على العالم عاشي. وطالع الخبيزة والهذا. الحمد لله والشكر، الناس ما يقصرون ويانا. ما يقصرون إن شاء الله. إي أستاذ. أنتم أنتم إن شاء الله طيبين، واللهم ربي يحفظك ويستر عليك. شو تقولين للعراقيين؟ طبعا هو موقف يعني كلش مؤثر، بس ان شاء الله ماكو انسان ينساك، واكيد العراقيين كلهم طيبين والكل راح توقف وياك ورحمه الله واسعه. الدمعه ما النسمه نزلت، واحنا اليوم رمضان احد ايام رمضان المبارك الكريم، احنا حقيقه هاي الدمعه عزيزه علينا مال اختي وحبيبتي نسمه، يعني احنا ان شاء الله نقول العراقيين هم بخير وفعلا هم بخير، وهاي يعني ازمه ان شاء الله وتعدي، وان شاء الله انه يعني تدرون يعني الريد من الناس الطيبين اللي احنا دائما نقول حقيقه، يعني شلون تقول يعني انا اشترت الحجيه اختي الغاليه ان شاء الله، يعني اهل الكرم العراقيين اهل الطيب، لذلك نقول احنا يعني ما نريدهم ما ينسون، يعني اللي عنده امكانيه لا يقصر ويا الاخرين، اللي وضع المترف والوضع زين والله سبحانه وتعالى منعم عليه لا ينسى جاره ولا ينسى الناس اللي يستحقون، يعني مثل الاخت الغاليه ام تمارا وعندنا دواره. عندنا دواره مرات تشوف الغني يوقع مو فخلي يشوفون هاي احنا نريد فاعل خير، فاعل خير طبعا اكيد من كل قلبهم، يعني يعطوها يعتبروها هاي اختهم يعني، واكيد يعني الحمد لله وشكر الكل طيبين ورحت وياك، واحنا هواي هواي واحنا كلنا وياك هواي، قالوا لنا قالوا لنا على فاعل خير، قالوا يا احنا نريد نتبرع وجزاهم الله الف خير، وننتظر من عندهم هذا الكرم الطيب اللي من العراقيين، ننتظر من عندهم الطيبه، ننتظر من عندهم الانسانيه، وهم اهل الانسانيه، لانه العراقيين عباره عن بيت واحد هو العراق، وان شاء الله العائله هي مو غريبه علينا ولا عليكم، لانه هي عراقيه واحنا منها وبيها. الله يسلمك يعني. استاذ كمال الصف الاول مو شلون بدك زينه؟ الحمد لله. زينه يعني طلعت ناجحه الحمد لله. انا اريد اتمنى ان شاء الله يا رب يكون مستقبل حلو على المستقبل. تعوضين الوالده مريتي تتعب على اكلك. تسلمين ستي. هاي رسالتها الحلوه اللي هي يعني خيمه مشدده عليك، يعني هي الوالده ربتك وكبرتك، وان شاء الله تريد تشوف الثمره مال العمر، يعني من صرت كبيره وهذا التعب اللي امك تعبت به، وسويتك بنيه وسويتك مره ما شاء الله عين البارده عليك، باكر عقب متخرجين متخرجين شو السنه ان شاء الله؟ اريد اصير مدرسه. مدرسه خو مو راح تنتهين برجلك وتعوفين امك، اهم شيء امك. أهم شيء أمك هاي الوالدة الغالي ثمنها. أي والله إن شاء الله ربي يحفظك ويخليك خيمة ويخليك إن شاء الله، وشوفين بنات أول التمارة إن شاء الله. الله يسلمك أستاذ. الله يحفظك إن شاء الله. أنت اعتيادي تنتظرين إن شاء الله ما تقصرون، يمتى تتخرج يمتى إن شاء الله تتزوج؟ إن شاء الله. أنت تريدين تتخرج أو تتزوج؟
لا اهم شيء تكمل دراستها. اهم شيء فعلا هاي شهاده، هاي شهاده عندي استاذ. لا قول يعني شنو رايك بايلك شايله كلش ثانيش مطيش يعني مطيش اسمه بقلاوه عندي شايل التعليم لو زواجك ولا الزواج. مني يحب على الاخوه المواطنين اللي يسمعونا، مني يحب يزوج هذا المجتمل؟ هذا المجتمل جاهز وركن على اربع شوارع، هذا المجتمل جاهز اللي يحب يتزوج ان شاء الله. وقطع ركن 200 متر الواجهه 9 والنزال 86، وان شاء الله ما راح نقصر، واحنا شهود على زواج اختي الغاليه من اي واحد يتقدم ويقول ان شاء الله، حتى لو كل شيء ما عنده، اهم شيء عنده عماره و17 محل وعلوه مال مخضر. الاخت الغاليه ما تطلب هواي، الموجود هالموجود، فنتمنى انه تستعجلون بالزواج من الاخت الغاليه. اخت الناس الغاليه. اي عسيلك قبل لا تزوجيني؟ ايام الاهل شلون شنو شوي على شهر رمضان؟ برمضان شوي على رمضان؟ اي ستين تحسن يعني برمضان اهلي كانوا وفطورنا و شنو الشغلات اللي هي الدولمه البرياني اي سمك الشوي اي كنا ليش العراقيين يحبون سمك الشوي؟ هي هاي استاذ هي هاي غير الاكلات اللي يعني دجاج الشوي سمك الشوي دليميه الاكلات هاي المعروفه التمن وخبز وجوا جوا اللحم شوربه مال عدس شوربه مال عدس هي هاي الاكلات يعني الله التمر واللبن التمر واللبن انت شو تحبين؟ انا اول ما اكل شوربه اول مره تمر ولبن وبعدين شوربه اكو ناس شويه ترتاح يلا بعدين انا لا راسا تشري قبل اخذ السريع تبكل روح تشريب يخبط خبن اذا على عظام لا 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 مو طبيعي هسه الدنيا فراسم بومباي لا لا باكي هاي طبيه ترى ما ماكلتها على مود جوع وشي زين طبيه طبعا احنا محضرين لك هديه قوني طحين حقيقه واربع صواني تمر لانه راح نسوي لها عيد ميلادها ان شاء الله لانه عيد ميلادها ما نجيب طحين يعني كيكه صغيره راح نجيب 16 قونيه على مود نسوي لها كيكه من راس الشارع. التمر راح نسوي لك كليجه 750 قطعه. اموت على الكليجه. اموت على الكليجه. ايش احبها؟ عجب ما سالتيها ليش؟ الكليجه لو الي؟ لا الي. اتذكر اني من كانوا اجدادي قبل شلون يسووها، ما كانوا يسووها يعني فد شيء صغير لا بالطشوته. بالطشيت يعجنوه خوالي ويسووها فد شيء صغار حلو ومرتب. وبعدين يودوها للافران كانت لها فتنكه كلش خاصه. انت كنت صغيرونه نسمه وانت كنت كلش تحبين برمضان شنو الطقوس اللي تحبينه؟ هي سفره عامره اول ما تجي الشوربات والتمور والسلطات الخضور لما 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 حلوه الاهل كليتهم زين مثلا اذا البيت بيت الكبير الكل تلتم خصوصا اول يوم يعني اذا احنا اعزائي مشاهدي قناه رشيد الفضائي فعلا احنا تطرقنا يم العائله الكريمه الاخوة الغاليه ام تماره واختي الحبيبتي نسمه عاده بطقوس رمضان العائله كلها تتجمع من الصبح للعصر هم يشتغلون على باب رزقهم وشغلهم اللي يطلع للزرع اللي يطلع للدائرة اللي يطلع للوزارة اللي يطلع للمعمل اللي يطلع للمخزن المخبز النتيجة من يرجعون يروحون للوالدة ويشوفون هاي الأرياح الطيبة ويشوفون الوالد واللي يجيب مرته وأولاده اليوم رايحين نفطر يم أبونا وأمنا اليوم نفطر يم الوالدة نتمنى الوالدة لحد يزعلها الوالدة وخاصة هذا شهر رمضان الخير المبارك على كل العراقيين وأمة محمد والمسلمين أي والله ما نريد واحد يزعل أمه يروح لأمه يصالحها ويصف القلوب وش قبرها وأبوس إيده وأبوس راسه شو تقولين؟ يتندم الله يقول الجنة تحت أقدام الأمهات مو إنه بتروح تموت لو يصير عليها شيء ويظل لا ليش ما رحت لها يا أمه ليش ما رحت لك لا والله ترى ماكو عز من الوالدة والله ماكو عز من الوالدة الوالدة لا متقبل لي يعني انا اتمنى الله لا يجيب الزعل اللي زعلان على اخوي يروح يصالحه
هسه الزغير خلي يروح للكبير قلبة الدنيا الكبير خلي ينزل للزغير اكو بيها مشكله اروح لابوي اقول له يا بعذرني سامحني اذا انا خطأت بهذا شهر رمضان الخير احنا برنامجنا ما ناسينا ابو ياسين مستمرين وياكم طيله ايام رمضان مبارك بعد الفاصل خلينا نشوف الهديه اللي جايبينها انا واختي الغاليه من قناه الرشيد الفضائيه شوف شنو الهديه بعد الفاصل حيث يبدأ الابتكار تعمل تقنية الانفيرتر من LG على التحكم بدقة بالمكيف لتلبية مختلف احتياجاتك في كافة الظروف توفير أكبر للطاقة حياة أكثر هناء جيت بوقتك تقنية الانفيرتر من LG الآن متوفر في كافة أجهزات LG رجعنا بعد الفاصل مشاهدي قناة الرشيد الفضائية متواصلين وياكم طيلة شهر رمضان المبارك اليوم حلقة أنا والأختي الغالية نسمة الشغلة راح نقولها للمشاهد العزيز اللي شاهدنا من خلال قناة الرشيد الفضائية حقيقة بعض الأصدقاء وبعض الشخصيات وبعض الناس المسؤولين وبعض الناس أصحاب النفوذ وبعض الناس اللي هم الله مكنهم يعني ما مقصرين قالوا أبو ياسين عندنا شغلات تروح توزعها بس لا تطلعنا بالتلفزيون حقيقة ما نخفيكم سر احنا خلال شهر رمضان من يخلص البرنامج مالتنا انا والمخرج محمد الحبوبي واخويا عمر المصور واخويا عدي المصور عادة ويا الفنانين نروح نوزع للناس اللي حقيقة يدزون عليهم اللي هم الناس اللي الله فضل عليهم القناة تقول أبو ياسين احنا ما عندنا أي مشكلة نتقبل من أي واحد عراقي نخليه على راسنا ويتبرع للعوائل حتى لو ما يريد نذكر اسمه لكن هو فاعل خير لذلك عندنا ناس هواية هم فاعلين خير نريد الله سبحانه وتعالى يبارك ويرزقهم وبعوائلهم ويطول بعمرهم ويحفظهم لأن ها هم العراقيين نشكرهم وكرم. شكرا طبعا والله يبارك بهم بهذا الشهر الفضيل شهر الطاعة والغفران يا ربي ونقول مبارك الله بكم إن شاء الله لأن إخوانكم العراقيين أكيد محتاجين اللي محتاج لا تقصرون وياه عادة بكل نهاية حلقة نروح أنا والسيد المخرج وكادر التصوير وكادر الفريق الحلقة توجيه من القناة مشكورة طبعا ناخذ الهدايا اللي تبرعوا بيها والفلوس المبالغ اللي يعطوها ونوزعها للعوائل من غير ما نصورها حقيقة بعد ما ينتهي التصوير واللي بالتصوير هذا البرنامج خاص هو للقناة برنامج ما ناسين أبو ياسين اليوم طبعا ايضا راح نحكي ويا تماره الغاليه جبنا لها طبعا البيت موقع صغير وانا واختي الغاليه ايضا هم راح قعدنا ليش ما قعدت جبنا لك حراله وقعدنا لا نشرف حجيه احنا جبنا لك هديه بسيطه الله يحفظك الله يخليك هاي مو من عندنا من قناه الرشيد الفضائيه واحنا قناه الرشيد ان شاء الله الفضائيه الله يسلمك الله يحفظ بنتك ويحفظك هذا مبلغ من المال هذا مبلغ من المال وهاي التجهيزات الكهربائيه الله احنا شو نسوي ان شاء الله ما تقصرون الله لا خدمتك على خادم ربك الله يحفظك احنا شو نسوي نسمه اعزائي المشاهدين انا ما نخفيكم سر احنا عاده نجيب 4 قطع 5 قطع ارتأت القناة منذ بدء هذه الحلقات مع السيد المخرج على انه يا ابو ياسين انت تروح توزع 4 5
تجهيزات كهربائيه، الاربع خمس تجهيزات كهربائيه يجوز نص الموجوده. فاحنا عاده نسال العائله شنو اللي ما موجود، انا والسيد المخرج استاذ محمد الحبوبي، ونقول للقناه نقول لهم يا بهيك هيك قالوا عاش ايدك، ودي هاي الحاجتين اللي يريدونه وهذا مبلغ تودي على مود يعينهم بما انه عيد الفطر المبارك ان شاء الله. اكيد وتماره تريد لها ملابس حلوه ان شاء الله على العيد، وهي تستاهل لان شاطره بالمدرسه. ان شاء الله يكون هذا العيد عيد الخير والامان عليكم على كل العراقيين يا ربي، وان شاء الله يكون نهايه احزان كل العراق يا رب. أعود عليكم على أمة محمد أجمعين إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. أحلى أنا ما راح أخلي أنا ما راح أخلي الله يخليكم. الله يسلمك. تمارة أنت راح تشترين ملابس وي ماما خوش على مود العيد، وأنت اشتري براحتك لأنه القناة الرشيد دزولكم مبلغ ودزولكم هاي الهدايا. نتمنى يكون الحسن فنك حجية وإن شاء الله يكون راضي علينا. الله يسلمك راضي إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يستركم. احنا هم زين ما راح نخليها تفطر هنا، لان بس تفطر هنا الاكل كله راح تاكله. تفطر فطيش. لا ايش حد تفطر. خفيفين نظل عليكم يا ربي، واكيد احنا ما راح ننساكم ان شاء الله بالحلقات اللي جايه، وان شاء الله سنه اللوخ ان شاء الله تكون نشوفكم بخير دائما. ان شاء الله دائما يا ربي. وشكرا طبعا لابو ياسين، لان هاي الحقيقه هي هاي الفكره فكرته وفكره الاخوان الموجودين بالقناه. لا والله فكره القناه، فكره القناه اول ما بدينا حلاوتها يما. وين وين حلاوتها ابوي بعد ما بعد ما سويت من انت حلاوتها. قولي حبيبي شيء هذا نب سايمين يا با سايمين، وهاي الاكل الطيب يا با. اعزائي مشاهدي قناه الرشيد الفضائيه، مثل ما شاهدتوني شفتوني ويا التنكر مال الماي الموجود الحمد لله. احلى تنكر احلى تنكر احلى تنكر احلى تنكر خصوصا اذا بارد وبهاي الايام ما رمضان. اوه يجنن يجنن بالعافيه بالعافيه بالعافيه. البارحه ايش فطرت يا اسمي؟ انا تشريب وشوربه والله ما شنو عقد رسمي تشريد يعني احبه كبه كباب يعني كبه برغون يعني هاي الاكلات. سوينا تشريد وسوينا الشوربه وسوينا البارحه يعني هاي النواشف. ليش احنا مشهورين العراقيين بالسمك الشوي والهذا والقوزي والدجاج الشوي وليش عجب احلى يعني. انا ما احب لا الدجاج ولا السمك، احب اللحوم. طبعا انت كانت شفت سيفس شلون كانت سيفس. اعزائي المشاهدين طبعا حقيقه اليوم نتمنى هاي الحلقه قد تنال ارضاكم. احنا مستمرين وياكم طيله ايام رمضان المبارك، احنا وكل شخصيه ضيف عزيز علينا نزور العوائل العراقيه المتواجدين بالمناطق اللي القناه تنزلها عنها. اي انا اي شو اسمه اي متبرع يحب يتبرع احنا متواجدين قناه الرشيد الفضائيه، ونقول عليه فاعل خير، نقول له يا بت على راسنا انت ما قصرت ان شاء الله، والله من علم عليك، الله رازقك، الله مطيك، لا تقصر ويا الناس. هذا شهر رمضان، شهر الطاعه والغفران، يعني اكيد احنا يعني لازم نسوي فد شيء غلط بحياتنا، فريد رب العالمين يغفر لنا. فقناه الرشيد موجوده، وروحوا تبرعوا هناك للعوائل المتعففه، والعوائل اكيد هم اهلنا وكلها محتاجين. زين تعي قومي تعي. اخ ايدي ايدي طلعتيها تذب تذب حجيه عزمين ايدي شويه طلعت. احنا عمو ان شاء الله نروح ونقول لك بارك الله بيك، وان شاء الله يعني اخو ما ضوجناكم. لا عمو الله يسلمك، دير بالك على امك، خليها بعيونك امك 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 خوش. الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله يخليكم، نتمنى تكونين يعني راضي علينا. الله يسلمك راضي ان شاء الله. هسه بعد ما ننهي الحلقه انا وياك راح نفطر بالنادي. وحدك حبيبي، انا اليوم فطوري هنا. شنو فطوري جيت؟ افطر. لا لا ما لي شغله، انت ما لي شغله، خفين خليها مو ما راح تاكلون شيء اذا تفطر يعني. شو راح تبقي لي؟ ما يخالف. شو راح تبقي حجيه؟ شو راح تبقي؟ اهم شيء ست نسمه. والله حتى الخواشيك تقرط انقر الا من جيجي. لا مو لهالحياه استاذ. شلون؟ مو حلق برينه. كلش اكل بس اي بس انا هاي الخمول مال الغده. شنو منين سمين الحوا؟ من الغده من الغده. اي يابا شنو من الغده العالي اللي سويت شيء؟ إذن أعزائي مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، نتمنى هاي الحلقة قد نالت رضا الجميع.
انتظرونا بحلقات قادمة من برنامج ما ناسين وابو ياسين وضيف جديد ان شاء الله. نتمنى نكون خفيفين الظل على كل اللي شاهدنا. شكرا لكم ونقول لكم ان شاء الله باشر وياكم. يلا يلا ما تبقيني نامت بطرين منقبك او ادش قالك لك حجية يلا اطلعي منين اطلع منين اطلع من جاسي منين اطلع منين اطلع حجية منين حجية تبيعنا ياها حتى ناخذهن. تعبت بالعملي بالخير وشايفة ألو خير الله يسلمك الله يخليك يا عمري. إذن نقول لكم باي باي. محتار ودايخ لا تصفن تربح اكيد وياي عند جوائز افتر بيها تكفي ناس هوايه. محتار ودايخ لا تصفن تربح اكيد وياي عند جوائز افتر بيها تكفي ناس هوايه. يا محبوب وبعد قلبي عيني هاي وهاي ابو ياسين اسمع مني واسمعها هالحكايه. تعال انت تمشي هناك يا يمي مر بالنايا انت اي انت اللي تباوع وجهك بالمراية. سيف ونور ومروة واحمد ويايا آية انصب ديرة ديرة احنا ونفر هالولاية. تربح انت ويربح ذاك ويربح هذا وهذا يفرح بيك وتفرح بينا ويفرح ذاك وهذا. ضيف وياي اليوم وباجر ضيف ذاك وهذا عين وروح وعمر انطيكم ويقلبي هذا.